السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده للصف الثاني ابتدائي. بدأنا المرة اللي فاتت يا ولاد مع بعض بأنواع أو أقسام الكلم. يعني ايه؟ قلنا الكلام اللي احنا بنتكلمه ده يا اسم يا فعل. قلنا الاسم يدل على اسم إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد أو صفة، وقلنا أمثلة، وقلنا العلامات مع بعض اللي هي الألف واللام والتاء المربوطة والتنوين والياء الملكية. وقلنا يا أولاد إن الكلمة اسم ممكن تكون فعل. خدنا الاسم إيه هو علاماته، ماشي، وخدنا الاسم برضو، خدنا إن هو ممكن يكون اسم إنسان أو حيوان، وقلنا أمثلة واتكلمنا كويس جدا في الاسم وقلنا تفاصيله. لكن الفعل ما قلناش الفعل بينقسم لإيه إزاي. يعني ما قلنا الفعل ده يا ولاد، انا قلت يقوم بعمل شيء زي ياكل يلعب يذاكر ينام، انا بعمل حاجه. طب هو الفعل ده عندي هو نوع واحد؟ لا، الفعل ده عندي تلات انواع. تعالوا بقى مع بعض نقول النهارده التلات انواع بتوع الفعل. يبقى انواع الفعل يا ولاد، في فعل ماضي وفي فعل، في فعل ماضي، في فعل مضارع، في فعل امر. طيب هنعرف نفرق بينهم ازاي كويس جدا ومش هتتلخبطوا منهم. الفعل الماضي اسمه ماضي، ماضي، ركزوا كويس جدا في كلمة ماضي. ماضي دي يعني زمن. يعني ايه زمن؟ يعني حاجة عدت وانتهت، زي لعيبة. هو انا بلعب دلوقتي ولا لعبت وخلاص خلصت لعب؟ بابا جيب الشغل وقلت له يا بابا انا كنت بلعب، لعبت شربت اكلت نمت، ماشي. لعبة شاربة او لعب شرب اكل، ماشي. نام، خلاص كل شرب لعب نام. طب نيجي بقى للمضارع. المضارع يا ولاد زمنه ده ماضي، ده زمنه ماضي. طب ده زمنه ايه؟ مضارع. يعني ايه مضارع؟ يعني شغال. يعني ايه شغال؟ يعني مثلا بقول ايه، يلعب يشرب